حياكم في برنامج سيارات نادرة Limited Edition. هذا البرنامج بنغوص في عالم السيارات، لكن مو بأي سيارات. اسمي سعيد العلي، أحب المغامرات والسفر حول العالم واكتشف أشياء جديدة حولي كل يوم، لكن شغفي الأكبر اللي ما يوقف هو عالم السيارات الساحر، وتحديداً السيارات الكلاسيكية، هاي التحف الفنية النادرة. ولهذا السبب راح أقابل ناس من أهم جامعي السيارات الكلاسيكية والنادرة، وأشخاص لهم بصمة مميزة وكبيرة في عالم السيارات، فخلوكم وياي عشان نتعرف عليهم ونشاركهم هذا الشغف. أهلا وسهلا مهندس إبراهيم، مرحبا، شرفنا معرفتك. شرف لي، طال عمرك. الله يخليك. الله يسلمك، يا أهلا وسهلا. ما شاء الله، شو السيارات الجميلة هذه. الله يخليك، هذه المجموعة المتواضعة عاد اللي قدرنا نحن نوقف لكم إياها اليوم. إحنا اليوم ويانا المهندس إبراهيم بن سيفان، جامع سيارات من الجيل الحديث. يا اهلا وسهلا فيك المهندس. اهلا وسهلا فيك اخوي سعيد، الله يحفظك ويخليك، وانا الصراحه اتشرف بلقائكم. الله يسلمك. اليوم جينا نشوف عندك مجموعه طيبه من السيارات، لكن قبل لا نبدا نتكلم عن السيارات انا ابغي اتكلم عن حياتك شوي وعن طبيعه عملك وكيف بديت في حب السيارات الكلاسيكيه. انا عندي الوالد الله يحفظه ويطوله بعمره، ابوي محب للسيارات بشكل جدا كبير، لدرجة أن أبوي صار له طال عمرك أنه ما تمر عليه سنة يجدد نفس السيارة، يعني ملكية نفس السيارة. فكل يوم يا إبراهيم أنا وإخواني كلنا يلا بس نشوف لنا سيارة جديدة، اليوم ناويين نغير السيارة. وعلى هالحالة فالحمد لله ربينا مع السيارات. الوالد كان يأخذ سيارات لمعصرنها، عندك المرسيدسات مثل 6.9، يعني أبويا يقول إبراهيم تشوف هاي الكراون؟ أقول نعم أبويا. يقول لي إذا بتشوف الكراون لا تأخذ السوبر صالون، خذ الرويال صالون، هي أحسن وحدة، هي لازم تكون الهارتوب مالها جلد من فوق. إذا بتأخذ السدرك لازم تأخذها فريملس، هي إذا بتأخذ المرسيدس لازم تأخذ اللارج اللونج ويل بيس. هي نعم. اللي فهمت منك أنك تشتغل في سياراتك بديك، هل عمل كمهندس خلاك أو أهلك أنك تشتغل على سيارتك بديك؟ سلمك الله، نحن بدينا بالدراجات. بداية بالدراجات، نرجع من المدرسة أول شيء تشوفه ترمي. هذا أيام الدراسة قبل لا تتخصص. لا قبل، نتكلم حتى يمكن في أيام الابتدائية. نعم. أول ما ترجع من المدرسة تحط كتبك في صوب، تشغل دراجة، هو الوقت الوحيد اللي كان مسموح لنا فيه أن نحن نطلع بالدراجات. جميل. نعم. بعدها قلت لك يوم خدت أول سيارة لفة في الفريج، نوقف بطل التاير نظفه من داخل، رد ركبه، بطل صفايف، لا السياره اليوم مش قويه، تبطل البلكات، تنظفها بالبترول، تعرف ان الواحد يحاول يشغل عمره. مثل ما عرفت اخوي سعيد انا عندي الموضوع الياباني. نعم. نعم، فبن شوي بنختص بالسيارات اليابانيه. نعم. هذه عندنا نيسان سكاي لاين 1973 جي تي ار، هذه السياره اللي هي من أعز السيارات عندي، 1971 سكاي لاين جي تي آر. فبتشوف أن موضوع السكاي لاين عندي الجيل كامل. مثل ما تقول أنا يعني السيجنتشر اللي عندي هذه السيارة، هذه السيارة سلمك الله من بعيد، خلاص هذه سيارة إبراهيم. هي كانت أول سيارة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة في سنة 2011، والحمد لله عد الإخوان ما شاء الله جابوا من نفس السيارات. هذه السيارة نحن عاد عملنا أبغريد للمحرك ما شاء الله. نعم، كان المحرك واصل 2800 سي سي، نحن رفعناه إلى 3100. كلمنا عن الوحش هذا الجي تي آر 34. هذا سلمك الله مثل ما قلت الجي تي آر 34 موديل السيارة 2001. هذه السيارة هذا الكاتيجوري اللي عليها اللي هو يسمونه ام سبيك. شو الام سبيك عشان المشاهد يفهم ونحن نفهم؟ شو الام سبيك؟ الام سبيك يعتبر كاتيجوري،
عندنا درجات، بدأت هي السيريس 1 أول إصدار، سيريس 2، بعدين تحسنت السيارات، صار في الفي سبيك 1 اللي هي يسمونها في سبيك، وبعدين في سبيك 2. الفي سبيك 2 صارت سيارة مصفحة من الخلف، البنية ألمنيوم، الدب ألمنيوم، مثل ما تقول البيرفورمانس والأبجريد يرتفع. جو على الام سبيك، في الام سبيك خلوها لكجري. لكجري من ناحية الليذر سيتس، الجولدن ستيتش في الستيرينج، في الكراسي، وتصدقنا فيها هيتد سيت. جميل، من أحلى سيارة رياضية، من أحلى السيارات في الشتاء مثل ما يقولون. نعم، في الجو البارد. وعدد الإصدار منها هذه سلمك الله 366 سيارة، هذه تحمل رقم 181. ما شاء الله. سوبرا طبعا تعرف طلعت في عدة محافل وعدة أفلام ولها تاريخ وإنجازات كجامع للسيارات اليابانية. نعم الحين صار عنده مثل ما تقول التريجر هانت، انه لازم يكون عنده سوبرا. حاليا السياره هذه ما شاء الله صارت من اكثر سيارات طلبا في المنطقه. صحيح، وسياره الحين عاصرناها. فعندك يا اخوي هذه النسخه اليابانيه اللي هي السكان يمين، وعندنا هناك النسخه الامريكيه، وهذيك السياره ليميتد اديشن، اصدار خاص عليها توقيع ليميتد اديشن، لانهم في سنه 97 نزلوا هذا الاصدار كامل باللون الاسود. قابلنا جامعين كثير أغلب تخصصاتهم في السيارات الأوروبية، أنت واحد من الناس النادرين اللي يجمعون السيارات اليابانية، ليش السيارات اليابانية بالذات؟ أول سيارة أنا أمتلكها ملك خاص كانت سيارتي أنا، ما حد يقدر يكلمني، هذه سيارة إبراهيم، كانت الداتسون. بعدها نزلنا البلاي ستيشن، صح ولا لا؟ صح. نزلت لعبة اسمها جراند تريزمو، معروفة. اللعبة أصلا يابانية، فيمكن تقدر تقول أن أساس هذه اللعبة هي اللي خلتني أنا أبحر في السيارات اليابانية. كلمني عن أقدم سيارة عندك. أقدم سيارة والله موديلها حلو للأمانة، يعني ما شاء الله أنا أعتزف هذه السيارة. هذه السيارة من نوع شيفروليه سيدان ديلوكس يسمونها، أربع أبواب، موديلها 1937. 37 ما شاء الله. بس يا سعيد انت لو تشوف الكولكشن كامل ما في غير هاي السيارة الأمريكية الوحيدة. مثل ما قلت لك انا بدايتي يابانية، انا احب السيارات اليابانية، والحين الحمد لله زدت الموضوع، دخلت السيارات الأوروبية. الأوروبية ما شاء الله السيارات الأوروبية مثل ما تقول لها احساس ثاني، رونق لها، رونق لها، رونق شكلها، سواقتها، امورها. صحيح. بيرفورمانس. شدت انتباهي البورشة هذه، ذكرني بفيلم من افلام الطفوله اللي هو ليتل ستيوارت. ليتل ستيوارت، نعم نفسها بالضبط، سلمك الله. هذه بورشة 356. هذه السياره اعيد تصنيعها من شركة في فرانكفورت، تطابق بالضبط السيارة الأصلية. هذه بري اي موديل، جت فيها أشياء اختلافات بسيطة. البري اي كانت من سنة 52 إلى سنة 56. مرسيدس هذا جميل وفي حالة ممتازة، كلمنا عن المرسيدس هذا شوي. هذا يعتبر شغف مثل ما تقول، أنا عندي الوالد الله يحفظه من أحلى السيارات اللي عنده اللي يطلع فيها هذه. هذه 1960 SL، حاولنا نعيدها كاملة بحالة المصنع الحمد لله رب العالمين. اللون الخارجي، اللون الداخلي، مثل ما تقول حاليا سيارة ما شاء الله ماتشنج نمبر. ما شاء الله الروز رايز هذا جميل، واشوف فيه هنتين عندك، خبرني شو الفرق بينهم وشو قصص السيارات هذه. هذه السياره سيلفر كلاود 3، رقم 3
ان هي هاي اخر اصدار للسياره هذه، من بعدها نزلت السيلفر شادو. ما شاء الله هذه السياره ماشيه 6000 مايل تقريبا، اخذناها من مزاد الياباني بحالتها بسم الله ما شاء الله. يعني ما شاء الله شوقتني اعرف السياره اللي ورانا اللي حاولت تناساها، خبرني شو قصه السياره هذه. هذه الله يسلمك روز رويس فانتوم، فانتوم 5. جميل. اي هذه السياره ما صنعت الا للأسر الملكيه. جميل. اي نعم. اظن شفت انت الملكه اليزابيث. نعم. ما تطلع في الفانتوم مثل ما يقول. صحيح. بس هذه السياره كانت ملك للبلاط الملكي الهولندي. جميل. اللي هو النيذرلاند، وكانت واقفه في المتحف الهولندي لمده 31 سنه. من مثل المواصفات اللي انت تقدر تطلبها. هي. يعني انت تقدر تاخذ سنتر جلاس بين السائق والراكب الخلفي حق البرايفسي والخصوصيه. فمثل ما تشوف اخوي سعيد عندك هذا يرتفع خلاص. جميل. المفروض انه يعزل الصوت والاشياء. عندك هنا حامل اكواب وثلاجه. جميل. هاي يعني سنه كم؟ 61 وفيها ثلاجه؟ هي ثلاجه. سنه 61 وفيها ثلاجه. يعني الامور الملكيه ما حد يقدر يتكلم فيها. صحيح. شدت انتباهي سياره شوي غريبه. اول مره اشوفها. هل هي لكزس؟ هل هي كراون؟ ما شاء الله انت وصلت للياباني. مثل ما قلت لي انا انسان جمع ياباني. هذه سياره من نوع تويوتا سنتشري. امبراطور اليابان يركب سنتشري. امبراطور اليابان هي صنعت خصيصا للامبراطور والسوق الياباني. فالحين بس تشوف الامبراطور الحين هذه اللي هي الجيل القبل الاخير. اللي قبل الاخير. نعم. بس ما شاء الله الامبراطور فتح السقف كامل. ما شاء الله فتح السقف كامل. ان تعرف شركتهم هم يشتغلون عليها. ممكن نركب فيها ونشوفها؟ تفضل طال عمرك. بالعكس الله يسلمك. قول حق الباب افتح يا سمسم وشوف شو بيستوي. افتح يا سمسم. جميل. يعني خبر سعيد. الله يسلمك. دام فضلك. وقول الحين سكر يا سمسم. بعد ايه سكر يا سمسم. فعلا سيارة صراحة فيها فخامة يعني لا توصف. اخوي سعيد انت بغيت تقرا جريدة صح ولا غلط؟ صحيح. نعم. عندك هذه الاباجورة راكبة عليها من الوكالة. هذه من الوكالة فيها. نعم. وتقدر تتحكم فيها اي مكان تبغاها. جميل. إيه. جميل جميل. عندك الفص هذا سعيد ثاني فص. نعم. إيه. اضغط عليه. شو رايك؟ يا سلام. هذا المساج. بعدنا ما شفنا شيء يا سعيد. سعيد عندك الراكب هذا مضايجنك. اخوي سعيد انت عندك كنترول كامل. احنا عندك درجات الكرسي عندك وعندك زياده. هذا الشخص مش عايب انك. انت شو تسوي؟ تجدنا. يعني انا اتحكم في انت تتحكم فيها بس انت ما تقدر تتحكم في السائق لانك لو تحكمت في السائق لا قدر الله الامان بيكون رايح. نعم. فانت تتحكم فيه زائد انت تعبان تفتح هذا الشيء عندك مكان تحطي فيه الله يعزك انت تتمدد فيه مثل ما يقول. اسمح لنا؟ لا حلالك. الله نحن ما نقدر نتكلم. يا سلام. بعدنا ما شفنا شيء. واحده من اجمل السيارات صراحه. عندك هذه اللي هي سناده الراس. نعم. سناده الراس انت تقدر تتحكم فيها بدرجتين. عندك حط راسك عليها. شو رايك؟ تلفك فوق وتحت وتنزل وترتفع. انا عندي صغاريه اذا ركبوا هذه السياره من اجمل الاشياء عندهم نحط لهم رسوم ويتسانسون فيها 100%. جميل. هذه سيارة صنعت للراكب اساسا مش للسايق. مش للسايق. الله يعطيك الصحة والعافية. هذا الكلام جميل. الصحيح 100%. الحمد لله نزرت اليابان اخوي سعيد 21 مرة. ما شاء الله. نعم. عليك. في 10 سنوات. اول مرة كانت مثل ما تقول الرحلة نشوف السيارات. في 2010. في 2011 لا نروح نشتري السيارات. في 2011 بديت. نعم. في 2011 بديت اشتري سيارات. هذه نحن مسمينها هنا مسبار الامل في السبعينات. يا سلام. نعم. ها
هذه سيارة من نوع متسوكا نصنعتها شركة متسوكا سموها هذه عندنا بوبو 501 هذه تي بوبو 505. أنا أبغي أتكلم شوي عن السيارات الصغيرة اللي شفناها وحبك للسيارات الصغيرة هاي الغريبة. شو نوعية السيارات هذه وشو تعتبر؟ كلمنا شوي عنها وعن تاريخها. سعيد أنا على هذا الموضوع صارت لي مشكلة في البيت. ليش؟ أنا مدخل سيارة داخل الصالة. ما شاء الله. دخلت سلمك الله سيارة من نوع فيات 500 داخل صالة البيت. أبوي كان طالع رايح مشوار، أنا وأخواني الصغار يلا بسم الله صعدنا السيارة، كانت هذه. صعدنا السيارة 4 درجات، دخل جاوي قال لي يا جماعة الخير هذا بيت مش جراج. وانت في الصالة مكان يسد حطاي في الصالة، محطين عليها دبدوب مال اخوي مال اخوي الصغير، محطين عليها اشياءنا ومخلينا في نص الصالة. اخر مرة انا حسبت عدد السيارات، سيارات مع الدراجات كمركبات عندي طفت ال 140 سيارة الحمد لله رب العالمين. لكن مور اور لس سيارة تروح سيارة ترجع. وحالياً إلا عارفة أني عندي 18 سيارة تنتظر الشحن. ما شاء الله هذا بعدهم ما وصل. هذا اللي بعدهم ما وصل، هذا اللي بعدني أنا أشوفهم بالصور بس. ما شاء الله ما شاء الله عليك. شدتني السيارة هذه، أغلب السيارات اللي عندك ما شاء الله مجددة وبحالة ممتازة، السيارة هذه أحس مكانها غلط بينهم. شو السيارة هذه؟ أخوي سعيد أنا يوم شريت هذه السيارة صاحبها قال لي الله يخليك لا تلمس فيها شيء. ليش يا ولد الناس؟ هذا سلمك الله ستايل في أمريكا الجنوبية يسمونه وهذه السيارة أنا جايبينها من البرازيل. من البرازيل؟ هذه السيارة جاي من البرازيل. هذا الستايل يسمونه باتينا ستايل. باتينا ستايل؟ شو معنات باتينا ستايل؟ باتينا ستايل السيارة لازم تكون فيها صدى، يعني حتى لو ما كان فيها صدى لازم أنت تطلع فيها الصدى هذا. فخلص عندي امر اني انا ما المس فيها اي شيء، وبسم الله ما شاء الله يعني على شكلها مجمل الموضوع. وشو الهدف منها؟ شو يعني الناس اللي تستعملها بشكل يومي مش الجامعين؟ هذه 1967 فوكس واجن تي 1 بيك اب، هي نفس السيارات نفس الشاصي نفس الشيء، بس هذه سياره شحن وهذه سياره ركاب. يعني هذه تستعمل للشحن، طلعت في البدايه في الاساس سياره شحن. جميل. تحمل نفس المحرك، تحمل نفس قاعدة العجلات، وللعلم سلمك الله هذه السيارة تبريدها هواء ومحركها في الخلف. نشكر المهندس إبراهيم بن سيفان على استضافته لنا في مغارته اللي يخزن فيها سيارات تعتبر من أجمل السيارات الكلاسيكية ويتميز ويتفرد بالسيارات اليابانية. كل الشكر والتقدير لكم، ونتمنى زياراتكم إن شاء الله الجاية إن شاء الله. وتشوفون الجديد اللي عندنا. We'll be right back.